بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أنا الملازم أول محمد خالد بيوش، قائد كتيبة فرسان الحق، الكتيبة التي أطلق شرارة معركة التحرير بكفرنبي، والتي استمرت من 5 أيام من تاريخ 6/8/2012 حتى تاريخ 10/8/2012. أكرمنا الله بتحرير مدينة كفرنبي في نهايتها، وقد تمكنت سرية الشهيد عماد الدين الموسى التابعة لكتيبة فرسان الحق من أسر 4 ضباط و8 عناصر من جيش الاحتلال الأسدي. يحدثنا الآن الملازم فؤاد الموسى كيف تمت عملية الأسر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعون الله تعالى تمكنا من أسر ضباط قيادة المركز في مدينة كفرنبي. باليوم الأخير من المعركة أخذت أوامر من غرفة العمليات باقتحام قيادة المركز أنا ومجموعتي، وتمكننا بعد معركة دامت حوالي 5 ساعات من أسر الضباط وعناصرهم والاستيلاء على أسلحتهم. وهذا الضباط عرفنا أحراكم العقيدة المزولة الكاهن منزل سلوم ضابط عمليات الفوش 556 قوات خاصة الرقة 14 مكان العمل حاجز بلدية كفرنبي. النقيب أحمد دعبون مرتبات الفرقة 14 فوش 56 ضابط في حاجز كفرنبي. ملازم أول عائلة بريد مرتبات الفرقة 14 فوش 56 كتيبة أولى في حاجز كفرنبي. المجند من محمد العميش حاجز كفرنبي. المجند عبد اللطيف جدعان بياب حاجز كفرنبي. العريف محمد الخطيب حاجز كفرنبي. المجند باسل قاعد كفرنبي. المجند باسل حسن حاجز كفرنبي. المجند نور عبد الله حاجز كفرنبي. المجند حاجز عبد الحمود حاجز كفرنبي. المجند ياسر جلالي حاجز كفرنبي. الله اكبر.